قلنا خويا حميد هذه ب 24 درهم ياك 24 درهم وي باش مصوبه هذه عاديه طحين والنفع والقرفه نعم اللي قامه ديالها نورمال هذه دخل فيها الحليب العجينه والكوك الحليب والكوك وي شحال الثمن ديال هذه هذه 35 درهم الكيلو 35 درهم نعم كاين هذه مخدومه بالزنجلان والقوام نعم كيعطيو لحنا ديال القامه نعم هي 50 درهم الكيلو نعم هذه عاوتاني القامه اللي في الزنجلان هي اللي فيها كتسمى ديال اللوز نعم نفس القامه هي الاختلاف اللي كاين اللوز في العجينه واحد النسبه قليله مي العسل العسل ماشي ديال السكر العسل ديالها ميلونجي ديال التربيه ديال النحل ما كتجيش حلوه بزاف يعني ملي كتكون العسل ديال السكر كتكون حلوه بزاف نعم هادو العسل ديال السكر كتكون حلوه بزاف اما هذه ناقصه حلاوه الحلاوه ديالها ضعيفه هذه دايره 120 درهم الكيلو قريوش اما هذه هي الشباكيه في الاصل هذه الشباكيه انا ما كاين كاع الشباكيه ديال الشباكيه وي دابا هي معظم انا كنقاد الاشكال مع الكليان كيقول لك عطيني كيلو ديال الشباكيه ملي كنمشي للشباكيه كيقول لك لا هذه اغلبيه كيعطي هذه الشباكيه كتجي ساهله في النطق الشباكيه يعني الحقيقه الشباكيه هي هذه هي هذيك الشباكيه شحال الثمن ديالها هذه هذه كتصوب بالمحقن هذاك المحقن كتصوب به هذاك دير 30 درهم 30 درهم خدمه بالزرع صحه الله وبركاته دايرين 100 درهم الكيلو كاينين هادو باللوز بريوات والسيكا ديالهم اللوز والعسل ديالهم ميلونجيا العسل ديال التربيه النحل هادو دايرين 120 درهم الكيلو 120 كاين كاوكاو كما كتشوف السلعه ما بقاتليش بزاف حتى الايام تقادت لنا السلعه كتهضرنا سلعه قليله كاين كاوكاو محمر هذا كاوكاو بلدي محمر داير 70 درهم الكيلو كيكون الروم صراحه الله رمضان صراحه الله العباده وضروري نشيوات استوما الشباكيه البريوات المقروط المشبكة ضروري منها هاد العواج زادت شوية الزيت رمضان المهم على الشهيوات الحمد لله حنا هذا المغرب راك عارف ديال الشهيوات رمضان عارف الشهيوات الصحة والسلامة إن شاء الله تطلع أمور هادشي اللي الله تعالى تبارك يفرج عليهم علينا وعليهم بالخير إن شاء الله الله يسهل الأمور لكل واحد الله عنده شي حاجة الله يقضيها له الله يسهل عليكم رمضان هو رمضان ديال العباده ديال التقرب من الله كذلك لا يخفى عليكم على ان كل الاسر المغربيه بدون استثناء فكتقوم باقتناء لربما الحلويات كنتمناو على ان الاسعار تعود مجددا الى الانخفاض لان كنشوفوا الارتفاع ديال الاسعار اللي كاين في المنتوجات الغذائيه الاساسيه الزيت الطحين مطيشه بطاطا كل المنتوجات فيها الغلاء فنتمنوا الصادقين لأن بعد رمضان تنخفض هذه الأسعار. شنو كديرنا دابا سما؟ أنت خير كل شيء عارفنا شنو كنديرو أنت. أنا ولدي أنت شوف. كتزومي لي على يديك معناتها جوج هما ست شرطة اسيدي غنشد جوج غنحطهم فوق جوج غنعاود نحطهم فوق جوج وغنحل معناتها شتيها ساهلة بغيتي دير خمسة دير خمسة انت كتشد جوج فوق جوج فوق جوج ساهلة انا مكنخدمش انا بالماكينة ديال عاشورة نخدمها بيديا شراط و الشباك ساق ضغط طن معناتها شتيها كي دايرة السينابيل شتيها كي موردة ولا خاص الناس يشوفوا انا راه جوج فوق جوج فوق جوج حل يدك ما تخافش بيتا هما اللي غادي ندير وكنبدا مباشره انا كما كتشوفوا عندي خمسه ديال الاشرطه كانتني جوج على جوج كنحل الشباكيه ديالي والشريط الخامس كنلصق الاطراف ديالو اولا الجوانب ديالو انتما كتشوفوا معايا وهنا كنوضع الاصبع ديالي وهانتوما كتشوفوا الشباكيه ديالنا كيفاش كنقدروا نشكلوها بطريقه اللي سهله وهاد الجناب هادو الا كانوا طوال كنحيدهم يعني كنقطع العجينه اللي كتكون شيطه عندي في الجناب وغنعاود معكم واحده اخرى عندي خمسة ديال الأشرطة كنتني جوج على جوج كنحل الشباكية من الوسط كنمشي للشريط الخامس كنلصق الجناب ديالو كنحط الأصبع ديالي وهانتوما كتشوفو ملي كنحط الأصبع ديالي كنخرج داك الشريط الخامس كما كتشوفو وهانتوما كتشوفو الشباكية ديالنا سهلة وبالأخص للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يشبكو غادي نعاود معكم واحدة أخرى عندي خمسة ديال الأشرطة
كنتني جوج على جوج كما كتشوفوا، كنحل الشباكيه ديالي من الوسط، الشريط الخامس كنلصق ليه الجوانب ديالو، وهنا كتلصقوا الجناب مزيان، يعني كتضغطوا عليهم حتى كينسقوا. الا ما لصقتوهمش مزيان راه كيتحلوا، ها نتوما كتشوفوا انا راه ما لصقتوش مزيان، غادي نعاود نلصقو مزيان باش ملي نحط الشباكيه ديالي في الزيت ونكون كنقلي في الشباكيه ما تحنش ليا وسط الزيت. وهنا كما كتشوفوا كنوضع الاصبع ديالي بهذا الشكل هذا، وكندفع العجله من الاسفل او لا كندفع الشريط الخامس من الاسفل، وهذه هي الشباكيه ديالي، شباك سهل. إذا كاينين حتى لي مو تكنيك، يعني البزيط ما تروش عامرين ولا خاويين. شاهدوا على البزيط مات، البزيط مات أكيد. ونقرط البليه، يعني الا بغينا 9 كيلو تخلطوا ممكن وي هادو خليو واحد كيتسموا شكالات والثمن غير اختلاف فاش المقادير وصافي، هما هما الثمن واحد 80 درهم هذا كيلو خلطوا، هذا نص كيلو ديال هذا كيلو خلطوا في اصبعات في كل شيء مزيان. إذا كتشوفوا الطريقة ديال استقبال أكيد الزبناء، ذوق ضروري من هي كتذوق صافي، إلا ذقتي إلا ذقتي صافي، إلا ذقتي غتاخذ حلي مشولي. إذا كتشاهدوا معايا كاين معروف لي بهاد المسائل ديال الذواقة، الإنسان كلشي نعم واخا ما يشريش ما عندك يعني ضروري خصك تعطيه ذوق، علاش شنو كتبيع نتايا؟ نعم نعم الشهيوات كيتشهى الحاجه دايز كيتشهى، اذا ماشي بالضروره تبيع له. تبارك الله على السي حميد، انتما كتشوفوا حبيت اللي بغى يخلط كتخلط له ياك على الابواب، يعني يومين تفصلوني على رمضان المعظم، واكيد ما كاينش شي مغربي اللي ما غايشريش لربما الشباكيه والحلويات وطبيعه الحال. كما كتشاهدوا معنا كنتواجدوا في احد المحلات هنا في باب وجلود عند حميد اكيد اللي غني عن التعريف، كتشاهدوا معنا الخليع الحلويات كل شيء موجود هنا.